السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوان المهندسين، حياكم الله وبياكم على قناة مهندس موقع. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتكلم عن كيفية تركيب أنكر للكولوم ستيل ستركتشر قبل الصب. تفضلوا معنا في هذا المشروع. لدينا الجسور عبارة عن خرسانة مسلحة والسقف والأعمدة والبيمات عبارة عن ستيل ستركتشر، بالتالي يجب تركيب الأنكر لأعمدة الستيل قبل الصب بهذه الطريقة. احنا اليوم راح نصب ان شاء الله لغاية هذا الليفل تقريبا او تحت شوي لغاية هذا الليفل، بالتالي يجب غرس الأنكر مالات الستيل قبل الصب بهذه الطريقة. يتم عمل خشب فوق وتحت ووضع هذه الأنكر الأربعة في مكانها الصحيح حسب المخطط وأيضا ليفلها الصحيح. يجب أن نكون دقيقين في هذا الأمر لأنه أي انزياح في هذه الأنكر قد يسبب لنا مشكلة في التركيب. إذن وضعها في مكانها الصحيح كما نرى أمامنا وأيضا ليفلها الصحيح حسب المخططات الإنشائية وغرسها بهذا الشكل كما نراها أمامنا. تمام، هذه هي الأنكر الأربعة ووضعها وتثبيتها في حديد التسليح لعدم تحركها وثباتها أثناء الصب إن شاء الله. ونركب هذا البراقي للتحكم بالليفل أيضا، ومن ثم يبدأ الصب. الآن سوف نرى الأنكر بعد الصب مباشرة. تم الصب وهذه الأنكر بعد الصب، إذن جزء منها مغروس في الخرسانة وصبينا لغاية هذا الليفل، لأنه بعدين راح تجي إن شاء الله أرضية لهذا المشروع لحد هذا الليفل تقريبا. ومن ثم تكون هذا الجزء العلوي من هذه الأنكر ظاهرة يتم التركيب عليها بأعمدة الستيل ستركتشر. كما نلاحظ عملنا تيب على هذه البراغي حماية لها من الخرسانة، لأنه وجود أي خرسانة عليها سوف يكون هناك مشكلة في الشد والفتح لهذه البراغي، بالتالي احنا نحميها بهذا التيب كما نرى أمامنا. وهيك نكون احنا انتهينا. بعدين لما تصب الأرضية تكون هي أيضا محمية ومثبتة بهذا الشكل. تمام، الآن مع تثبيتها من الأسفل تقريبا ما عاد تتحرك إن شاء الله. طبعا هذه الأنكر الدياميتر تبعها والطول تبعها والزاوية اللي تحت تبعتها حسب المخططات يتم توريدها من مصنع الستيل ستركتشر طبقا للمخططات الإنشائية المعتمدة. طبعا طريقة التثبيت هذه قد تكون مختلفة من مشروع إلى مشروع. في بعض المشاريع يتم تركيب البليتة المؤقتة تحوي على نفس السايز لهذه الأماكن الأنكر، وأيضا يتم تثبيتها وصب ومن ثم إزالتها فيما بعد الصب. هي بس حافظت على مكان الأنكر، لكن احنا استخدمنا هذه الطريقة لتثبيت الأنكر لأنه كما نلاحظ أن المسافة بعيدة البليتة لا تكفي، بالتالي تم استخدام البلوت لتثبيت أماكن هذه الأنكر. وسوف نرى الأنكر ونرى البليتة المؤقتة التي تكلمنا عنها. في حال لم تختاروا البليتة المؤقتة بهذه الطريقة بإمكانكم التركيب، لكن يتم تركيب دبل بلوت ليس واحد حتى ما يكون هناك أي روتيشن أثناء الصب. هذه هي الأنكر بمقاسات ديامتر مختلف وأيضا طول مختلف حسب الديزاين حسب ارتفاع المبنى. يتم استخدام الأنكر المناسب في المكان المناسب كما نرى أمامنا. هذا هو الأنكر وهذه أهم شيء تكون الزاوية موجودة. هذه الزاوية يتم قرصها في الخرسانة وهذا الجزء راح يظل ظاهر، هذا الجزء راح يظل ظاهر بعد الصب. وهي البليتة المؤقتة، في بعض الأماكن يتم استخدام هذه البليتة كما نرى أمامنا. هاي البليتة إلى أربعة
أماكن يتم وضع الأنكور فيها، لكن احنا استخدمنا البلود في هذا المشروع. فإذا ننوه إلى ضرورة وضع الأنكور قبل صب الجسور الأرضية، حيث لا يمكن أصلا تركيبها فيما بعد، يكون صعب جدا ودراسة أخرى مختلفة تمام، وأيضا وضعها في مكانها الصحيح وليفلها الصحيح دائما قبل الصب. حتى لو أنت كمالك تحب تعمل مظلة مستقبلا على السطح الأخير، يتم تركيب الأنكور قبل الصب أيضا مهم جدا، حتى يكون ما يعدي لك يعمل تسريب مي ويكون سهل في أعمال العزل إن شاء الله. أتمنى أن تكون عمت الفائدة على الجميع في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.